السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم طلعت ندى حسي، جات بواحد الحلة جديدة، واحد الحوار جديد، واحد تقالة جديدة، جات حتى باللوك جديد بالنسبة لشعرها والجلسة ديالها. كتقول أنها طلقت طلاق الثلاث مع نزار، وأن ندمان على القناة ديالها لما وصلت فيه من محتوى خايب، وأن المشاهدات نزلت، وكتعترف أن اللي كانت كديرو من محتوى قبل كان كيجيب لها المشاهدات، وكتقول بأن هاد المشاهدات ما عندها ما تدير بها إلا كانت هاد المشاهدات كتسوء السمعة ديالها. أما بالنسبة للسمعة، كل واحد كيهضر على السمعة ديالو، كيجبدها باللي هو بغى، وهو اللي كيصنع الناس اللي كيتبعوه وتيتكلموا على السمعة ديالو. إلا كنتي مشيتي في واحد الطريق اللي هي زوينة، وخليتي السمعة ديالك زوينة في عيني الناس بالكلام والاحترام والتقدير والوقار، راه الناس غتمشي معاك بالسمعة ديالك زوينة، ولو تكوني انت داخليا ومن وراء الستار وعلى الحقيقة المعروفة عليك انك شوية ماشي حتى لهي، ولكن انت اللي صنعتي الناس بالمحتوى الجيد اللي انت كتعرضيه، لان السوشيال ميديا وحدها والحقيقة ديالك وحدها. كاينين بعض القنوات اللي يكونوا تلقائيا مع انفسهم في القنوات ديالهم، ما عندهمش مقدمات، ما عندهمش مؤخرات، ما عندهمش قطع، وما عندهمش محتويات اللي كيتصنعوا فيها وتيكذبوا فيها. هادو شو ما كانت المشاهدة قليلة إلا وكتزيد كترتفع. أما بالنسبة لندى حسي، كنظن أن السيدة طلعت تاني، تفرقت مع نزار وطلعت باش تبين لنا أن راني تبدلت، نفس التبدال اللي طلعت وقالت انا درت الحجاب، ونفس اللي طلعت وقالت انا غادي نتزوج، ونفس اللي طلعت وقالت انا تغيرت تماما وهنا كنكرس حياتي لبنتي وما تهضروش لي على بنتي. يعني كنظن ان الثقه مفقوده. الا بغيتي تخدمي على هاد الحاله الجديده اللي كتدعي انك انت غادي تغيري فيها نفسك، خاصك تخدمي على واحد المدة طويلة عند باش تكسبي الثقة ديال الناس. طبعا انا كنشوف انك انت كتقولي عندك محتوى، وواحد السيدة عندك واحد المكانة اجتماعية ومؤثرة. لا سمحي لي، انت ماشي مؤثرة فعلا، انت مؤثرة ديال شي حويش خايبين. انت كنتي كتأثري على الناس بالأشياء اللي هي خيبة، الأشياء اللي هي ساقطة، الأشياء اللي هي انتي ولفتيها وكديريها عادية بالكلام الساقط، بالكلام الخايب، بالكلام المعوج، بالكلام اللي ما كتفكريش وكتخرجيه من فمك. اليوم تجي وتقولي لي بين عشية وضحاها بعد غياب شهر أني راني تغيرت، أني راني تبدلت. مستحيل شي واحد غادي يتيقن. ولا بغيتي تثبتي لينا هاد الشي، امشي على واحد الطريقة ولو تنزل لك المشاهدات. اما باش تعطي الثقة لنفسك وتصدقي راسك وتقولي انا راني تبدلت وراني مؤثرة وراني خصني نعطي شي حاجة اللي غادي تغير المرأة المغربية في الحياة ديالها وتبينها للناس غرب، يعني من غير المغاربة انهم يعرفوا الحقيقة ديال المرأة المغربية. اختي كانوا سابقيك كتار، كانوا فنانات مثل لطيفة رأفت، حياة الإدريسي، بزاف نعيمة سميح، بزاف من الفنانات. كان اعتذر إلا ما ذكرش الأسماء ديالهم غابولية. منهم ممثلات، ما غاديش نذكر الأسماء لأن ممثلات كتار عطاو واحد الصورة زوينة للمرأة المغربية. منهم فنانات تشكيليات، منهم رياضيات، اللي عطاو واحد النظرة للمغرب على المرأة المغربية أنها مجدة ومجتهدة وكتعطي واحد الحيوية، واللي خلاو الدول العربية حبوا فيها المغربيات
ربما يمكن ما ميزوش ما بين مغربية ومغربية إلا بهذه الثقة اللي عطاوها هذه المجموعة ديال الناس ليهم كمغربيات حادقات ومرزنات وفنانات وقاريات ومجتهدات. أنا هضرت غير على الوسط اللي هو مشهور. أين أنت من هذه النساء يا ندى حسي أنك تقولي أنك أنت مؤثرة وأنت اجتماعية وكتكرسي راسك وكتعطي وكتجتهدي باش تطلع المرأة المغربية؟ إلا جات عليك المرأة المغربية باش تطلع، عمرها ما تطلع، غتكون حاطة رجل في الأرض ورجل في الدرجة، ما طلعت ما رجعت. انتي حاولي تحسني من نفسك وحاولي تدخلي عند هذه المجموعة ديال الناس وتشوفيهم، وقلت ما كاينينش غير هالفنانات، وهادو كاينين حتى نساء موظفات دولة، وزيرات، عميلات، كاتبات دولة، محاميات، قضاة، كاينين حتى في مجال الصحة ممرضات، طبيبات، بناجات، كاينين حتى في مجال الوظائف الأخرى اللي هما مثلا طيارات، سائقات طاكسي، سائقات ترام، سائقات قطار، سائقات بواخر، كاينة اللي هي موظفة بيتية، يعني هي أم عادية اللي هي كتشتغل في البيت ديالها وراجلها كيجيب ليها ما يتيسر من المحصول الشهري، وتيكون ربما ناقص. هذه هي بدورها امرأة كتعطي مثال لجارتها، لأن هي فاس في داك المحيط اللي عايشة فيه، ما كيشوفوهاش العالم، لكن هي بداتها مؤثرة على الجيران، كيعرفوا أن راجلها خدام بسيط، أن موكلة وليداتهم شربهم ونقيين ومنظفة دارها وجامعة حالتها، وهذه المرأة ماشية بعيد مع وليداتها، قراتهم ووصلتهم. هادو هم المؤثرات، ماشي بالضرورة تكون مؤثرة وتكون عضو جمعوية، باش مش كل وحدة عندنا في النساء المغاربة والعرب أنهم مؤثرات على نفسهم. اللي ما هي أثرت في الوسط المحيط بها كتأثر في الوسط المهني ديالها، وكتأثر في الوسط حتى إلا دخلت للسوشيال ميديا كتأثر فيه بشكل ناجح. اما الاخت ديالي انت كتجي وكتقولي انا مؤثره، مؤثره ديال شنو؟ انت بعد منك طلعوا بنات داروا الاشياء اللي هي ما كتصورش على البال، وبغاو يمثلوك وبغاو يصرفوا يهاجروا البلاد. انت قلتيها بنفسك، قلتي انا كنت كندير شي حوايج انا كنت كنديرهم. راه هذا هو الاشياء اللي هي ميمكنش تمسح من ذهن البنات اللي هم في سنك وفي الاصغر منك وفي السن اللي شويه كبر منك. اثرتي على حتى الناس اللي هم تيحسوا بنفسهم عندهم المراهقه، انت اثرتي على الوالده ديالك، انت مؤثره حتى على الام ديالك، خرجتيها من السن ديالها وعاشت معك الطفوله اللي يمكن ما عشتهاش. انت مؤثره على نفسك، انت اصلا مؤثره على نفسك، صدقتي نفسك وبقيتي كتاثري بنفسك حتى وليتي كتمشي لابعد البعد. انت ما جيتيش وعطيتي واحد الصوره مثلا ديال مصممه ازياء، مهندسه مثلا، درتي شي لمسه اللي خليتي المغربيات يقولوا هاد ندى حسي كذا كذا، وينساوك اليوم اللي ترجعي يرجعوا معاك. انت الا رجعتي السوشيال ميديا وما طلعش لك المشاهدات، غادي تطلعي عاوتاني بالفضيحه. انت المشكل ديالك انك انت كتصدقي نفسك، قلت لك انت اثرتي على نفسك لدرجه خليتي نفسك مصدقه نفسك. انا ما غنقولكش ان وصلتي لواحد الهوس نفسي، وانما ما بغيتش نقول بين قوسين مرض نفسي، وانما انت مهووسه بنفسك. انت مشكلتك انك ممكن تاثر حتى على بنتك، لكن مبدئيا انك قلتي انت تراجعتي، تراجعي وبقاي متماسكه بضعف المشاهدات، لان غادي تنجحي من بعد لما يصدقوك الناس وتاثري عليهم ويعرفوك ناجحه، غادي تاثري على نفسك وغادي تصدق. المشكله عندك انك انت ولفتي الفلوس بعد ما هاجرتي على قبل الفلوس، ولفتي الفلوس بعد ما نجحتي في هاد اليوتيوب وهاد المنابر اللي كتطلعي ليها وكديري هاد الشيء وكتاخدي، وليتي كتعرفي كيفاش توصلي للهدف
وتوصلي للمادة ما غاديش تقدري تراجعي، لان المشكلة ديال هاد الشيء اللي كيديروه مثلك ما كيعرفوش يستغلوه ويديروا فيه مثلا شركات بحال الغرب وبحال الدول الاخرى، ويديروا شركات ويديروا مشاريع وكينفعوا بها الناس، مشاريع مثل مثلا حضانة، مدرسة، بيع مستلزمات مثلا ديال البيت او ملابس، او مثلا كيف ما انتي درتي واحد المرة درتي صالون، وانما درتي غير الشهرة، انتي درتي واحد تتشدي الفلوس كتخبيها وكتجمعيها وعارفه بينك وبين نفسك، وامك حتى هي كتكلمي معاها في هذا المجال، انا ما شاهدش عليكم وانما كتخمين، عارفه بان هذه الفلوس خصها تزيد تكتر وتتدخر وتحط، ربما حتى يمكن كتحسبوا انها تقدر تكون في بيت وتسدوا عليه. هذا الشيء ماشي عيب مزيان، وانما عارفين الا ما زدتوش في هذا الشيء ما غاديش تكثروا من هذه الفلوس. هاد الفلوس الا وقفات باش غادي ترجعوا لله وتوقفوا عند ما حد لكم وتقولوا لا احنا غادي نغيروا المحتوى، عارفين ان هاد الفلوس ما غاديش تكثر وما غاديش تطلع ومستحيل انكم تراجعوا. اما اذا تراجعتوا ومشيتوا على قدكم وعرفتوا شنو تصرفوا بهذوك الفلوس اللي هي خرجت عقل كل واحد بغى ينوض بغى يدير قناة باش يوصل الماده اللي هي الفلوس باش يكثرها ويدخرها ويخليها عنده. احنا ماشي ضدك، بالعكس الا كتشتغلي على نفسك وعلى امك وعلى بنتك، في الاول كنتي كتباني انك كتخرجي امك هانتي في المرجان هانتي في السوبر ماركتات باش كتشري لها اللي بغات، هانتم سايقين نتوما مسافرين، كان المحتوى زوين والناس صدقتك، بعد منها وليتي كتطلعي مع الرجال وكتسبي وكتعيري وما كتحشميش وما كتعرفيش ان التليفون في ايد الكبير والصغير، الرجل الكبير والمرأة الكبيره والولد الصغير والشاب، انه غادي يحل وغادي يطيح في القناه ديالك تلقائيا، وغادي يسمع بمجرد ما يفتح يسمع واحد الكلمه خايبه اللي ممكن تخليه يستحي لكن تخليه يكون فضولي باش يكمل ويقول علاش حتى انا ما نديرش بحال هذا الشيء، الا كانت غشوها انا نشوه وندير. هذا هو التاثير، المؤثرين اللي هما لازم يكونوا مؤثرين ديال دراسة، مؤثرين ديال الدين، مؤثرين ديال فائدة، مؤثرين ديال صدقة وإحسان ما بينهم وبين الناس مباشرة، مؤثرين ديال بزاف ديال الحويج ديال العلم، مؤثرين ديال الناس النصيحة، مؤثرين فيها بزاف 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 ما يتقال، ماشي مؤثرين اني انا نأثر مجرد ما يفتح الواحد التليفون يحط اسمي او اسم الاخر لاني انا كنجي وشوها او فضول منهم. انتو كتثيروا انتباه الفضوليين اكثر، المشاهدات اللي كتكون عندكم انتم اللي طالعه الا فضول، هذا بس حب استطلاع اشنو صار الجديد وشنو تكمله البارح، وعندكم واحد الحركه كديروها انكم انتم منين كتكلموا في مواضيع كتخليوا علامه استفهام وكتخليوا نقط فيها املاء الفراغ الفضول يوم تاني او حلقة تانية او عرض فيديو تاني. انتي حاولي 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 تخلينا نصدقوك ونمشيو معاك ونتفرجوا فيك، علاش لا، انتي بحالك بحال غيرك، علاش نشوفو واحد اخر وما نشوفوكش انتي، بالعكس انتي ما تخليش تخليناش تمنعينا ما نشوفوش ناس اخرين ونشوفوك انتي. هذه هي الحركة اللي كتكون ان انت كتفرج وعندك فضول انك تشوف ناس اخرين وتشوف محتويات اخرين كطبخ، الطبخ كمثلا خياطة كأي شيء كبناء كأفكار كمعلومات عامة، تدخل قنوات وتفرج فيها كمثلا تعليم اللغات، ما كنقدروش نمشيو لها، علاش؟ لانك يطلع لنا الطوندونس ديال الناس محاربين باش يخليوك بالزمن انك تدخل لهذاك القناة وتفرج فيها. خليك شد الصف مع الناس ودخلي بمحتوى زوين، ويكفيك انك برزتي اسمك وعلمتيه وخليتي الناس تعرفه، والناس غادي يدخلوا تشوف المستقبل ديالك وتشوف الحاضر اللي انت كديريه اللي هو كيعيط المستقبل انك تغيري من المحتوى ديالك. خلينا نشوفوا شنو يكفينا شنو اللي كديري، خلينا نشوفوا شنو اللي غادي ديري. اما اللي كديري حنا راه عرفناه، واللي درتيه حنا راه فات شفناه، حنا بغينا نشوفوا شنو اللي
غادي ديري بعد ما قلتي انا خلاص انا وقفت ما غاديش نبقى ندير هذا الشيء اللي الحياء فيه معدوم. نتمنى من عند الله تكون مبادرة عندك جيدة وصادقة، وإحنا بدورنا كنطلبوا من القنوات الأخرى كلها أنها تراجع شوية. كنظن أن هذا الموضوع اللي شرحته عليك لأنك أنت طلعتي بعد غياب شهر، أنه الناس تشوفوا وتلاحظوا وتعرف أن راه هاد المسائل اللي شرحتها تديرها الأخت ندى حسي راه نفس القنوات الأخرين اللي كيديروها طالعين بالطوندونس. هاد الناس اللي كيتفرجوا وكيعجبهم هاد الشيء وكيضيعوا وقتهم فيه يمشي ويتفرجوا في شي حوايج اخرين اللي هما مستفيدين فيها. علاش؟ هو الوقت ضايع ضايع، كتحل تليفون كتحلو على قناة قليلة الحياة، حل على قناة اللي ممكن تستفد فيها، كتتفرج تفرج على قناة وتطفي على قناة، كتحاول تشوف هذاك الصورة ديال داك الشخص، ما يدفعكش الفضول تعرف شنو راه ما داير والو، راه هو باقي على حاله، بالعكس راه زايد على ما كيدير. حاولي تبعدي على الحوارات الفاسده وعلى البراهش وعلى الدراري اللي كيطلعوا وتيبقاو يتكلموا بكلام ساقط وما كيحشموش وما كيعرفوش ان راه حنا كنتفرجوا بعض المرات كنديروا قنوات في التلفزيون باش كنتفرجوا جماعيا، باش ماشي كل واحد يبقى شاد التليفون وكيشوف راسو بوحدو. وربما ملي كنديروا هذيك الحركه ديال التلفزيون كننقلوا فيه النت راه كنتفرجوا جماعيا وكنسمعوا شي حاجه اللي كنبقاو نقلبوا على التليكوموند او كنقلبوا على صنادلنا باش نوضوا وكيطيح شي على شي وكيصدم شي في شي باش نتفاداو هذا الشيء. خليونا نتفرجوا كيف كنا كنتفرجوا زمان اللي كنا كنتفرجوا في الافلام المصريه محدا والدينا، وغير الا هز الممثل يديه وحط على يد الاخرى كيعبر ليها بالحب ديالو، تنبقاو بالفضول ديالنا وبالحياء ديالنا كنبقاو نقولوا راه هذاك اختو، هذيك راه بنت خالته، هذيك باش كنخبيو هذاك الشيء اللي شفناه مع انه ماشي شي حاجه كبيره، وانما كنا كنستحيو من كل شيء. نتوما خليتونا ما كنستحيوش حتى من نفسنا، كنبقاو نتفرجوا كنهزوا الفيديو كنعودوه، يعني ما عندناش واحد الحياء بيننا وبين نفسنا. انت ما اثرتيش علينا وانما مأثر على نفسك ومأثر على الناس، فضوليين يشوفوا شنو اللي وصلتي ليه. الحين انت قلتي ان انا وصلت لهذا الشيء اللي درت راني تبت فيه وغادي نرجع ندير محتوى زوين، هنا سمعوك ديري المحتوى الزوين. كنتمنى تكون هاد الحلقه نالت الاعجاب ديالكم وتكون الاخت ندى حسي ما ضريناهاش وانما نفعناها كيف ما قالت لنا الكلام ديالها دخل على قلبنا ونصحناها ونفعناها بالكلام الزين الطيب، وتكون النتيجه اللي جايه لقدام نفرحوا بها ونسعدوا بها.